لكن غرض الله أن يكون المسيح جاي من نسل معين. بيتكلم عن يسى اللي هو أبو داود، مشان هيك المسيح بحسب الجسد سمي ابن داود. وجاء المخلص، ابتدأ إرساليته وابتدأ رسالته لخراف إسرائيل الضالة، لأنه كانوا بينتظروا مسيح، كان عندهم الوعود، كان عندهم العهد، كان عندهم التبني، كان عندهم الشريعة، وعندهم طبعا القوانين سواء الطقسية أو الناموس الأدبي كان موجود عندهم. لكن رغم كل هذا يقول كتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. فغرض المسيح هو فعلا كما قال في إنجيل متى إصحاح 24 آية 14 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. وقال في المأمورية العظمى على أحد جبال الجليل في بشارة متى إصحاح 28 قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. فبنشوف مخطط الله منذ القديم من أجل كل الشعوب ومن أجل كل الأمم.